صباح الخير. إذن الإسقاط الطائرة الإسرائيلية هو العنوان الأول لهذا اليوم، طبعا بالإضافة إلى العنوان الرئيسي الثاني اللبناني وهو الانتخابات النيابية، شكل التحالفات، شكل الدوائر. اليوم ضيفي بحوار اليوم، أهلا وسهلا فيك النائب أجوب بكرادونيا، الأمين العام لحزب التشناك. يعني كان مفترض تكون حلقتنا كلها اليوم عن الانتخابات وعن دور الأرمن، عن تحالفات الأرمن بالمناطق تحديدا في المتن وبيروت، حيث عندهم تقل. هلا بنشوف وين عندهم حاصل انتخابي، وين ما عندهم حاصل انتخابي، وين فيهم يترشحوا. بس طبعا اليوم يعني التطور الامني اللافت جدا من بعد ما كانت سوريا دائما تقول على مدى السنوات الماضيه بانها سترد في المكان والزمان المناسبين على اي تهديد اسرائيلي، اليوم ردت واسقطت طائره اسرائيليه فوق الجليل، وهذا كان تطور نوعي جدا. F-16 حتى يعني يعني العدو الإسرائيلي أعلن عن هذا الموضوع، وكان قبل يعني استهدفت إسرائيل طائرة إيرانية. مزيد من التفاصيل بعد شوي رح نكون باتصال مع الدكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث. بدي بلش أنا وياك. أولا صباح الخير. صباح النور. بدي بلش شوي أنا وياك بموضوع الانتخابات. حدد التشناك تحالفاته أو شكل تحالفاته في المناطق، خصوصا وأنه بالبداية شو اختلف على التشناك بين القانون الانتخابي السابق والقانون الحالي؟ أولا بالنسبة للقانون، أكيد وصلنا لقانون بعد صراع صعب دام أكثر من 8 سنين. أنا كنت بلجنة قانون الانتخاب من نهار اتفاق الدوحة لأواخر صدور هالقانون. النقلة النوعية أنه طلعنا من القانون الأكتري إلى القانون النسبي. أكيد القانون النسبي بالنسبة للدول الديمقراطية قانون كتير مهم، قانون كتير عصري، لكن له شروطه. يعني القانون النسبي إيجابي وبيعطي مفعول أكبر ببلد غير طائفي، ببلد السياسة مبنية على النظام الحزبي ومنطق المناطق والعشائري والقبائلي وإلى ما هنالك، ما بينطبق ما بيطبق بهالدول. لكن نحن بلبنان قدرنا نجمع بين هالقانون النسبي وبين الطائفية والمناطقية وخصوصيات الطوائف والأحزاب. هلأ فينا نقول أنه وصلنا لقانون يمكن أفضل من قانون الأكتري. هلأ بسبعة أيار نعرف أنه هيدا القانون أحسن، أو القانون يلي شيطنا قانون الستين، أو قانون الدوحة يلي شيطنا كان الأفضل. هلأ بالنسبة لنا أكيد القانون النسبي بيعطي أفضلية لتمثيل أفضل. ما ننسى النسبي، ما ننسى أنه عنوان تغيير القانون كان التمثيل الصحيح. ولما بنحكي عن التمثيل الصحيح عم نحكي عن التمثيل الصحيح عن كل الطوائف. نعم. ليس فقط عند ما بين المسلم والمسيحي مناصفة، لا بل أيضا بين المذاهب المسلمة والمسيحية حسب الأعداد حسب التمثيل. اليوم في إمكانية أنه نحن كحزب تشناك يكون بتحالفاتنا تمثيل أصح يمكن أو أقرب للأصح بالمجلس النيابي الشيء. أكثر من هيك فيني أقول لك أنه لا المرشحين بعد تم اختيارهم لا التحالفات. هلأ بنحكي بالتحالفات بالتفصيل، لكن أكيد بدنا نخوض الانتخابات. بدنا نخوض الانتخابات ليس فقط على صعيد حزبي فقط. في انطباع انه حزب التشناق بيرشح كلهم حزبيين يا بيسقطوا لا يا بينجح. لا مش هيك.
نحن بكل المجالس النيابية ما كنا نرشح إلا مرشح حزبي واحد، وما كان ينجح إلا مرشح حزبي واحد. يعني بكل مجالس النيابية نحن كان في عنا طشناك نائب طشناك واحد. نعم. لا في بالعكس، نحن بمختلف فترات قدرنا نألف يكون في عنا كتل نيابية، أعضاء الكتل كانوا من الطشناك من الهنشاك، مستقلين قريبين لأحزاب أرمنية أخرى، قريبين لجمعيات أرمنية أخرى، بس بالآخر أو العنوان أنه كانوا يمثلوا المرجعيات والفعاليات الأرمنية. نعم. عم بقرأ أنه يدعوت أحرونوت تل أبيب طلبت تدخلا مستعجلا من الروس لمنع التصعيد في الشمال، وعم تقول إسرائيل أنه مش من مصلحتها هي تصعد. طيب يعني بعد دقائق عديدة بدنا نكون كمان مع اتصال مع بس تأسأل أنه ليش أنه إسرائيل ما بدها تصعد؟ ما هي صعدت، هي طلعت الطيران وما قدرت توصل لأهدافها، يمكن هلا مش من مصلحتها. لم تتوقع الرد بركي، الرد بهذه الطريقة، على اعتبار أنه الطرف السوري لم يرد منذ سنوات بهذه الطريقة، فاليوم كان الرد لافت جدا. هلا بعد شوي رح نشوف ليش اجى هذا الرد وليه اختارت سوريا هذا الزمان وهذا التوقيت للرد. بموضوع الانتخابات هلا بعد شوي رح نحكي عن التحالفات بحسب الدوائر، بس اليوم في هيك مثل انتقاد لفريقكم السياسي بأنه أولا هذا القانون ما كنتوا كتير حابينه، والدليل أنه عم تقول حضرتك هلأ منشوف إذا بعد الانتخابات إذا كان هيدا القانون أحسن أو القانون 60 أو الدوحة يلي حضرتك عم تقول أنه شيطنة أنه تم شيطنته، لأنه قانون أكثر وما بيحمل بعض الكتل السياسية، ما بخليها توصل بفعل تمثيله ولو كان تمثيله بسيط. ليه؟ لأنه اليوم يعني الكتل السياسية الكبيرة أو الكتل الطائفية الكبيرة أو الأحزاب اللي هي بتمثل أكثر شيء هي حريصة كانت على إبقاء قانون 60 لأنه أكثر لتحافظ على تمثيله ولتمنع أي تمثيل آخر أنه يفوت على البرلمان، وتحديدا الفريق الأرمني الطشناك تحديدا يلي هو بيمثل شريحة كبيرة من الأرمن بل الأكبر، كان بده يحافظ على هذه بين مزدوجين الخصوصية. لا بالعكس، قانون 60 أنا قانون 60 الأصلي مش الدوحة التقليد، لأنه المشكلة مش بالقانون الأكثري، بتوزيع الدوائر. التمثيل الصحيح انضرب وقت اللي غيرنا نحن قانون 60 بدوائر جديدة يلي ما كانت تمثل التمثيل، ما كانت توصل التمثيل الصحيح. عم تحكي عن بيروت، عن بيروت وغير بيروت. عن بيروت وغير بيروت. هلأ صار اللي صار، أكيد نحن مش متضررين لأنه عنا نائبين اليوم، بس حسب الإحصاءات حسب الأرقام والحاصل وغير الحاصل عم نشوف أنه أقله في إمكانية زيادة عدد نواب، كتلة النواب الأرمن. ما عم بقول عن كتلة الطشناك، نحن ولا مرة بنسمي حالنا كتلة نواب الطشناك، هيدا تاريخيا تاريخيا هيك. انتو بتقولوا الأرمن، يعني بتختصروا الطائفة الأرمنية بتمثيلكم. هلأ رح أرجع لألك، لا ما عم نختصر لأنه ما في غير أرمن بهالكتلة. رح أرجع لألك بهذا الموضوع تحديدا، بس خليني معلش توقف مع اتصال مع النائب أحمد مرعي عضو مجلس الشعب السوري. صباح الخير. صباح الخير لإليك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. من السبعينات سوريا لم ترد على تهديد إسرائيلي، على أي تهديد أو استهداف إسرائيلي لسوريا، وكان وزير الخارجية سوريا يقول دائما أنه سوريا سترد في المكان والزمن المناسبين. اليوم صباحا تفاجأنا برد سوري بإسقاط طائرة F-16 إسرائيلية. لماذا اخترت سوريا هذا التوقيت للرد؟ يعني بداية لابد من توضيح نقطة مهمة، بأن الجيش السوري أو الدولة السورية منذ 3 أيام ردت على الصواريخ التي استهدفت ريف دمشق، وبالتالي هناك قرار سوري متخذ بالرد على أي اعتداء من قبل العدو الصهيوني على سوريا. النقطة الأساسية يا سيدتي بأن سوريا خلال هذه الحرب عليها على مدى 7 سنوات
انشغلت في ضرب هذه الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الإسرائيلي، وبالتالي لم سوريا أن تقع في فخ أن تكون في أكثر من معركة، لذلك ركزت معركتها الأساسية باتجاه هذه الجماعات المسلحة. اليوم سوريا انتقلت إلى مرحلة، بس نحن عم نحكي من السبعينات أستاذ، نحن عم نحكي من السبعينات، يعني قبل الحرب على سوريا، قبل الحرب السورية. نعم، بكل الأحوال تفضل. صحيح، قواعد اشتباك مختلفة عما هو اليوم، لذلك الإسرائيلي صعد في أكثر من مرحلة للدفع باتجاه إلى مرحلة 74 والتي هي القواعد الاشتباك التي اتخذت مع بعد الحرب، حرب تشرين بعام 73. النقطة الأساسية التي أريد أن أقولها هنا في هذا الإطار بأن اليوم هناك إنجازات تحققت تحديدا في الجنوب السوري، وأنا أقصد هنا منطقة بيت جن ومحيطها، بالإضافة إلى ما تم في الأمس من تقدم للجيش السوري في المنطقة المحاصرة بين أرياف حلب وإدلب وحماة. اليوم هناك سيدتي محاولة من قبل الأمريكي والإسرائيلي لتأخير إظهار هذا الانتصار لمحور المقاومة، وللتأكيد أيضا بأن هذا الرد لا يقتصر فقط على سوريا، وإنما هو رد استراتيجي من قبل محور المقاومة الممتد من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من الرد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية والإسقاط العنجهية الإسرائيلية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، التي قال ترامب وتيلرسون منذ بضعة أيام بأن الجيش الأمريكي موجود في سوريا لمواجهة الخطر الإيراني. إذن المشكلة أو الهدف الأساسي من هذه الاعتداءات ليس فقط سوريا، وإنما سوريا وحلفائها جميعا في المنطقة. نعم أستاذ، من 7 أيام تحديدا أعلنت روسيا سقوط إحدى طائراتها الحربية من طراز سوخوي 25 في سوريا ومقتل الطيار، وفي هذه الأثناء تل أبيب طلبت تدخلا مستعجلا من الروس تحديدا لمنع التصعيد في الشمال، وأيضا هلأ في خبر أنه نتنياهو طلب من أعلام العدو عدم الرد على هذا التصعيد في الشمال، ويبدو أنه في يعني إرادة إسرائيلية أو توجه إسرائيلي بعدم الرد على يعني من الأخبار اللي عم نسمعها. هل تعتقد اليوم أنه إسقاط الطائرة الإسرائيلية هو رد على إسقاط الطائرة الروسية من 7 أيام؟ شوفي، بالنسبة للجانب الروسي، هي روسيا دولة موجودة في أمريكا ولها حساباتها ولها قرارها. أنا يعني بدي أشير لنقطة مختلفة عن هذا الموضوع. هناك حالة تصعيد حقيقية وطبيعية. الجانب الإسرائيلي اليوم سيدتي لاحظي منذ ساعات الصباح الأولى يعمل على مخاطبة الجبهة الداخلية ومحاولة التخفيف من حالة يعني ما أصاب الجانب الردعي أو جانب الجو الإسرائيلي، سلاح الجو الإسرائيلي. روسيا ربما تقوم بعملية تنسيق فيما بين المسارات أو فيما بين الجوانب. المستهدف الأساسي هو الدولة السورية. لا أستطيع أن أجزم أو أقول حتى أعتقد بأن هناك رد روسي على الإسرائيلي في هذا الإطار. لأن القراءة الأولى أستاذ أحمد لهذه الحادثة هي إنه اليوم هذه يعني حرب روسية أمريكية بالوكالة عبر السوريين والإسرائيليين فوق الأراضي السورية، وبالتالي إسقاط طائرة روسية لم يكن ليتم يعني أو ليمر مرور الكرام، وبالتالي استدعى رد روسي شديد اللهجة. إسقاط الطائر او يعني استهداف السلاح الجو الروسي في سوريا هو مرتبط بالدرجه الاولى استاذ جوزفين بالقرار الامريكي، خاصه بعد عمليه التقدم السياسي. روسيا هي استطاعت ان تحقق انجاز الى جانب الدوله السوريه فيما يتعلق بالعمليه السياسيه، وبالتالي اخرجت امريكا من هذه العمليه السياسيه. صحيح المساله معقده ومتشابكه، والجانب الإسرائيلي متضرر من هذا الأمر، وأنت تعلمين جيدا بأنه أثناء انعقاد مؤتمر سوتشي كان هناك زيارة لنتنياهو، ولكن أريد أن أقول في هذا الإطار أن الطلب الإسرائيلي عبر نتنياهو باللقاء مع بوتين خلال وجوده في روسيا بأن تكون هناك معركة وأن الإسرائيليين ذاهبون باتجاه معركة، جاء الرد من بوتين بأنك تستطيع أن تعلن معركة ولكن لا تستطيع أن تنهي هذه المعركة، وهنا بداية ملامح المرحلة الجديدة. أنا لا أنكر ولا
ولا أقول بأن الملف كله معقد ومتشابك، ولكن أنا أستطيع أن أجزم بأننا أمام مرحلة جديدة. تقولين لي أو ربما السؤال حول حجم هذه المعركة، الإسرائيلي كما ذكرت حتى اللحظة يعمل على الإجابة على تساؤلات الجبهة الداخلية، ولكن يدرك تماما مدى حجم موازين القوى التي تجري اليوم، وما سيقوم به اليوم مختلف عما سبق، لأن المحور محور المقاومة كله مستنفر، ولأن محور المقاومة يعلم بأن بعد هذه الانتصارات وبعد هذه الإنجازات هو المستهدف، وهناك عملية تأخير لظهور هذا المحور منتصر لكي لا يتم إعلان المعركة مع العدو الإسرائيلي. نعم، شكرا لك نائب أحمد مراعي عضو مجلس الشعب السوري، شكرا لك على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك. بدي اعتذر منك لانه اليوم بتعرف هذا العنوان الاول وما فينا طبعا يعني الا ما نحكي فيه بتفاصيله. بدي ارجع للمشهد الانتخابي اليوم، في عم تقول حضرتك انه بتسموا حالكم الكتله الارمنيه، في اتهام لكم بانه صحيح حزب الطشناق يمثل شريحه كبيره من الارمن والاكبر، ولكن وكانه انتم عم تختصروا هذه الطائفه، وكانه ما في حدا من خارج هذه الطائفه هو يمثل ايضا ويستطيع ان يدخل الى الندوة البرلمانية. من خارج الطائفة؟ لا، من الطائفة، من خارج الحزب عفوا، يعني من خارج بيئة يعني الطشناق. خاتشيك بابيجيان شو كان؟ كمان هو سورين خنامريان شو كان؟ أرتور نازاريان الوزير الحالي النائب الحالي شو بالأي جي بي وبالجمعية الخيرية العمومية؟ هيدا لا، بس هيدا الأحزاب الأرمنية التقليدية مش من الخارج، يعني هيدا الأحزاب التقليدية الأرمنية. أولاً الأحزاب الأرمنية التقليدية مثلا الوزير جانو غيسابيان تمثل بهالمجلس النيابي كممثل عن حزب الرام جبار. جانو غيسابيان منه حزبي. ايه؟ ارتور نازاريان منه حزبي. بس في فعاليات ارمنيه متشاور معهم ونرشح. يعني وين المشكل انه ليش ما حدا بيسال انه ليش بحق للقوات اللبنانيه يرشح الموارنه وكل الطوائف والطيار يرشحوا والمستقبل يرشحوا وغير الاحزاب اللبنانيه يرشحوا، بس إذا الطشناق بيرشح 3-4-5 مش من حقنا نرشح؟ بالعكس، نحن منقول إنه خير وبركة بكل المرشحين. نحن اللي عم نقول ولا منعطي شهادة إنه هيدي وليد أرمن أو غير أرمن، مش طبيعتنا. نحن بالآخر لبنانية، لا البطرك الماروني بيعطي شهادة ولا البطرك الأرمن بيعطي ولا الشيخ بيعطي. إنه كونك لبناني أو تنتمي لطائفة معينة، هيدا قرار حضرتك أنت بتاخد كشخص. أنا اللي بقول والأحزاب اللي بتقول إيه، نحن أحزاب، منا كاريتاس بالآخر، منا جمعية مر منصور، إيه عنا مرشحينا وفي غير مرشحين، إيه أكيد في غير مرشحين. طب ليش في أوقات، يعني مثلا من أسبوع كانت ضيفتي الزميلة بولا يعقوبيان وهي ما سمت حزب الطشناق، على فكرة أنا اللي سألت إذا حزب الطشناق، ما كان في جواب واضح، بس كأنه بالإيحاء الجواب فهمنا أنه اليوم في عتب كبير على حزب الطشناق والأحزاب التقليدية، أنه مثل بصنفوا مين الأرمني مين مش الأرمني، أنه إذا هي خارج هذه الدوائر التقليدية للتمثيل الأرمني ما يعني منا أرمنية. وحتى اليوم في انتقاد بأنه في جاتو أرمني ما يعني ما بفك، يعني الأرمني يتزوج أرمنية والعكس صحيح. هذا الانغلاق أنه هن بيدعوا للانفتاح الأرمني على اللبنانيين، وأنه ما تكون برج حمود مثلا مسكرة أرمنية محض، أنه يعني هذا التعصب الأرمني، بالعكس نحن أرمن لبنانيين، عم بحكيك عن لسانة طبعا. اليوم في هذه النظرة إليكم؟ يعني أنا ما بعتبر أنه ولا مرة نحن منقول أو منصنف الأرمني، ولا مرة منعطي شهادات ولادة أنه هيدا أرمني أو هيدا منه أرمني. بالعكس، السيدة بولا نحن منحبها ومنعزها. بعيد الميلاد كانت في احتفال بكنيسة القديس نيشان، جمعية همسكيين هي عملت الرعاية وحكينا عنها بالجريدة. قبل مدة كانت عندها مقابلة على إذاعة صوت فان. ما بعرف هالإحساس منين بيجي،
أنا معرفتي للسيدة بولا بترجع من أيام وقت اللي كانت بالأي سي إن، وأحلى علاقات بمئوية الإبادة، قعدنا معها 3-4 مرات تنشوف كيف فينا ننظم الاحتفالات ونستفيد من خبرتها بالشؤون الإعلامية. أكيد ليش في هالتباعد حاليا؟ بين مع العلم أنه هي ما سمت، بين مين ومين؟ مع العلم أنه إذا أنت حضرت الحلقة هي ما سمت الدشتة، بين مين ومين؟ هي عم تحكي عن حالة معينة، بين مين ومين؟ ليش حاس؟ بين مين ليش في عملك بينكم وبين بولا؟ لأنه مرشحة في الأشرفية من خارج الاتفاق معكم؟ يعني هيدا معناتها أنه كل مين بيترشح تتنا في تباعد؟ لا بالعكس، في كتير ناس بدهم يترشحوا، ما رايحين انتخابات، صح، مش رايحين احتفالات، انتخابات بترشحوا. امبارح حزب الرمقبار أعلن أنه هن بدهم يتحالفوا مع القوات اللبنانية ويترشحوا ضدنا. طيب شو هيدا الانتخابات؟ ليش هالإحساس؟ لا هن يحسوا بذنب أنه عم يترشحوا ضدنا، ولا نحن بدنا نراعي شعورهم انه عم يترشحوا ضدنا وبدنا نسكت لانه عم يترشحوا ضدنا. ما هيدي انتخابات. يعني ما بين الحزب، في بالحزب والتيار بيكون في خلافات واختلافات. يعني ما فينا نقول انه ممنوع يترشح حدا ضدنا، وكمان يلي بترشح ضدنا ما ينطر انه نحن بدنا نعطي على طبق من الفضة انه تفضلوا لانه ترشحتوا ضدنا، هيدي المخرج لكم تفضلوا. ما الانتخابات من 2000 واليوم نحن وين المشكل الارمني؟ ليش نحن تتذكري مدام جوزيفين بانتخابات 2000 نحن خسرنا التمثيل الصحيح، وقت لما حكينا هاي ايام السوري انه هيدا القانون، قانون غازي كنعان، ضرب التمثيل المسيحي. فخمنوا اخواننا المسيحيين انه لانه نحن خسرنا كم مقعد ببيروت وصار نواب الارمن بكتله الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري انه نحن عم نتغنش. لا، كنا عم نحكي. بدي ارجع لايام الله يطول بعمر صاحبنا النائب السابق نجاح وكيم، انتخابات 72، المرشح رمز الأرثوذكس ببيروت الثالثة وقتها نسيب مجدليني سقط، طلع نجاح وكيم شاب عمره 26 سنة بأصوات الناصريين بأصوات غير المسيحيين. أنا بتذكر كتير منيح، صار في مظاهرات وصار في مسيرات سيارة انه هيدا مش تمثيل. وقتا نحن حسينا بألفين حسينا انه الموضوع بالتمثيل الصحيح. هلا طيب خسرنا نحن نواب، طيب بأول فترة اكيد قلنا هودا ما بيمثلوا الطائفة الأرمنية لانه جابوا 10% من اصوات الأرمن. طيب شو بقول؟ بعدين قلنا لا بيمثلوا 10-15% 20% من الأرمن. طيب إذا أنا بمثل 70% أو 60% أو 51% بنكر حالي بقول أنه لا بمثل 40%؟ ما هيدا الواقع. بكرة يمكن الناس بيقولوا ما بتمثل، وقتها بقول ما بمثل. طيب عندكم حاصل انتخابي، وبعدين ست جوزيفين في شغلة، هيدا قصة أنه أنا لبناني وأرمني، ما هيدي نحن سكرنا هيدا الموضوع من زمان. لا نحن نستفز بهيك أسئلة ولا الواقع هيك. يعني أنا بكل فخر واعتزاز بقول أنه أنا أكتر لبناني بلبنان من أكبر لبناني بلبنان، ما عندي أي مشكل. وبقول أنه أصل الأرمني ما فيني أنساه، لأنه إذا نسيت أصل الأرمني معناته أنا ناكر. بكرة بدي أنسى لبنانيتي كمان. ما حدا على فكرة نفس الشيء كان الحديث هديك الجمهور نفس الحديث. وبعدين إنه مين بيكرهنا؟ إنه مين بيقول لي روح على أرمينيا؟ مين بيسترجي يقول لي روح على أرمينيا؟ أنا ولا مرة قلت أنا
حليفة الدولة بأرمينيا؟ لا لا، كان في دعوات عم تقول الزميلة بولا أنه كان في دعوات لها أنه كل ما تقول رأيها إذا كان رأيها هيك مميز أو متميز عن الرأي السائد أنه أنت روحي قولي رأيك بأرمينيا. مش ما كانت عم تتوجه لكم على فكرة، مش أكيد لألكم، مش نحن، مش لألكم، أكيد مش نحن. بعرف بعرف. هلا يلي بيقول، يلي بيقول أنه أنا ماني منزعج أنه حكيت هيك الست بولا، يعني بالعكس بالعكس حقها تحكي وحقها ترد يلي عم بيقول انه روحوا على ارمينيا. انا برد على الناس اللي بيقولوا عني انه روح على ارمينيا، لا مش رايح على ارمينيا، لا بحمل جنسيه ارمنيه، لا بحمل جنسيه امريكيه ولا جنسيه فرنسيه. يلي بيقول لي روح على ارمينيا، يلي ولا مره انا اعلنت انه حليفي دوله ارمينيا، فيني اقول له انت فيك تروح على الدوله يلي بتعلن انه حليفك ويلي بيدعمك ويلي يلي يلي. طيب لنرجع لموضوع الانتخابات. في كتير اشياء على فكرة هلأ حكيتها هي متشابهة للي حكيتها بولا، يعني بموضوع هيدا انه روحي على ارمينيا عبر نفس الجو. بموضوع الانتخابات بالاشرفية ببيروت عندكم، انا عم بحكي قناعتنا. انا عم ما لا لا انا عم ما قارن حالي او انا عم اقول لك، انا عم اقول لك انه ما كان موجه هذا الحديث تحديدا لكم عن انه روحي على ارمينيا عبر، ابدا مش لكم. هذا كان عم بتعبر عن حالي انه موجوده عند بس بعض. لما عم تحكي عن الاحزاب اكيد ما عم تحكي عن الاحزاب الثانيه. اي طبعا عن الاحزاب طبعا. طيب بموضوع الاشرفيه بيروت، عندكم حاصل انتخابي؟ عندنا حاصل انتخابي بالاشرفيه. الاشرفيه عندنا حاصلين. حاصلين قد الحاصل الانتخابي اللي بالاشرفيه؟ بين 7 و7.5 6.5 7 حسب من بعد اضمام المدور، يعني هلا حسب اللوائح. صار عندكم حاصلين اكيد، وشو رح تعملوا بهول الحاصلين؟ بدنا نبيع. اكيد حنوصل نوابنا. اكيد بدنا تحالفات، ما عم نفكر نعمل لائحه لحالنا. اكيد نحن متحالفين مع التيار الوطني الحر. هذا فيني اقوله بيكون اي بدون اي تفكير، لانه اذا حدا بيفكر عن تغيير تحالفات بس لانه في إمكانية يحصل على نص نائب زايد، بعتقد أنه يمكن التحالفات بالرغم أنه هيدا القانون ما بيبقى لا على التحالفات لا على العقائد لا على الصداقات السياسية ولا ولا ولا، لكن نحن بنعتقد أنه تحالفنا مع التيار الوطني الحر ثابت بكل الدوائر. ببيروت أكيد ما بكفي التحالف مع التيار الوطني الحر حتى نقدر نحصل على حاصل أكبر، مش نحن، بين التيار والطشناك. في اليوم مناقشات مع أكثر من طرف، وعلى رأس هالأطراف تيار المستقبل، أنه إمكانية بحث عن التحالف وإيجاد يعني مخارج لحواصل أكبر ولا نواب أكبر. طيب اليوم هيك في تساؤل حول بيروت الأولى تحديدا، عندنا التيار الوطني الحر والتشناك، هذا تحالف ثابت، بيجي المستقبل والقوات على نفس اللائحة، في حديث عن اشتراك بين التيار والتشناك والمستقبل، صح؟ صح. القوات هيدا صار ثابت؟ لا مش ثابت بعد. مش ثابت. شو الحديث مع القوات؟ هل يمكن ان تنضم القوات اللبنانيه ايضا؟ ما بعرف، لانه في حديث على الاقل بهذا الموضوع. تكون كتير واضح بهالموضوع، اخر حديث تم قبل راس السنه مع زميلتي امين عام حزب القوات اللبنانيه دكتورة شانتال، لكن ما وصلنا لحلول، لأنه كان في شعور أنه القوات اللبنانية بتقول أنه إذا هن بيتحالفوا أو بيكون على لائحتهم مرشح ما، لازم ينضم لكتلة نواب القوات اللبنانية. ما تم مناقشة الموضوع. أول امبارح سمعنا أنه حزب الرام جفار أعلن تحالف انتخابي مع القوات اللبنانية وحيسموا المرشحين،
معناتها تسكر تسكرت لها. هلا يمكن بعدين يعني اذا في مساعي عم بسمع عن الوزير ميشيل فرعون عم بيعمل جهد او مسعى لليحة ائتلافية ببيروت اكيد فينا نبحث الموضوع. بس حتى الساعة في ثلاث لوائح، يعني لائحة التيار والتشناك والمستقبل، لائحة القوات والرام جافار، ولائحة ثالثة اللي هي لائحة التيار المدني، يعني سبعة وطلعت رح تكون وغيرهم، صح؟ مبدئيا ايه. وفي اكيد لائحة الكتائب، ما بعرف اذا بدهم ينضموا للمجتمع المدني لو سبعة. يعني في كتير مشاكل، لانه ما عدا المقاعد الأرمنية الثلاثة الأرثوذكس وواحد الكاثوليك، المقاعد المسيحية الماروني الروم الكاثوليكي والأقليات، في أكثر من مرشح بأكثر من حزب على أكثر من مقعد. في معركة حقيقية بالأشرفية. طيب بدي توقف مع فصل إعلاني وبدي أنتقل من الأشرفية للمتن ومن المتن لزحلة، حيث في وجود للأرمن، لنحكي أكثر عن التحالفات هنيك المتن كمان، في كتير تعقيدات هلأ منشوف، لأنه كانت تعودنا على التشنك بمشهد سابق بالأكتر، اليوم ما في يطبق نفس السياسة اللي كان يطبقها بالأكتر على النسبة. فصل قصير ومنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف أستاذ أجوب بكرادونيان. بدي أتوقف مع اتصال مع مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد الركن دكتور هشام جابر. صباح الخير جنرال. صباح الخير إليك ولد الرئيس أجوب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني جنرال، سمعنا طبعا إسقاط طائرة إسرائيلية F-16 بعد 7 أيام تحديدا من إسقاط طائرة روسية سخوي كمان في سوريا. هل في ارتباط بين الحادثتين، وأن يمكن أن تضع هذه الحادثة في أي سياق؟ أنا ما بوضع أي علاقة بين الطائرتين. الطائرة الروسية أسقطت من قبل عناصر مسلحة، بيعرفوا الروس ذلك، وما إسرائيل ما إلها عليها فيها. أما هذه المرة ونحن من 3 أيام عندما قصفت ضاحية دمشق، هذه المرة سمعنا على لسان السوريين أنه سيتصدى سلاح الدفاع الجوي السوري للطائرات الإسرائيلية أينما كانت، يعني سواء كانت ضربت سوريا من خارج الأجواء السورية أم من داخل الأجواء السورية. وبعد هذا الشيء ما كان بيحصل لو ما سوريا أخذت ضوء أخضر من موسكو. باختصار، استعمل سلاح دفاع جوي من طراز S-200 وأسقط الطيارة الإسرائيلية، مرجح أن أسقطها بعد ما غدرت أو كانت فوق الأجواء الإسرائيلية، لأنه سقوطها حصل بمنطقة الجليل الأعلى قرب حيفا. هذا يعني خرق وتطور جديد وتعديل بقواعد الاشتباك. نعم. بس ما بتصور، أنا بتصور يعني بتطور لإسكاليشن يعني خطير، لأنه في تصعيد، إنما في سقف لهذا التصعيد، وهذا السقف الكل رسمين وخاصة موسكو، لأنه هي ضابط اللقاء في الميدان السوري الأول. وبعدين الأمريكان ما بيقبلوا وما بيناسبهم هلا بالوقت الحاضر إنه ولا إسرائيل إن تفتح جبهة أو حرب واسعة. اقتصرت القصة على الفعل ورد الفعل. قصفت إسرائيل عدد 12 هدف في سوريا، المرشح إنه الأهداف هن دفاع الجوي السوري، وهي قالت إنه أهداف إيرانية كمان، 4 أهداف إيرانية و8 سوريين، لأنه الدفاع الجوي السوري هو اللي تصدى لهذه الطائرة. يعني صوتك شوي واطي باستوديو، بس يا ريت بتعلو الصوت شوي لو سمحتوا. دكتور، انا بس بدي اسالك، هلا الرسائل الاسرائيليه انه اللي منع التصعيد، يعني نتنياهو قال لاعلام العدو انه عدم التعليق على ما جرى في الشمال، وايضا كان في رسائل واضحه من اسرائيل انه بعدم الرد، وهي استنجدت بالروس لذلك. هل هذا يعني انه هذه الحادثه انتهت هنا وليس هناك اي تصعيد اخر؟ يعني هذا بأكد الكلام اللي قلت لك إياه، إنه مرسومي
حدود التصعيد. نعم. وإسرائيل شيء طبيعي أنه تعمل ردة فعل وتتوقف عند هذا الحد. نعم. لأنه أكثر من هيك كان مسموع. استنجدت بموسكو كمان مثل ما قلت لك أنه لأنها بتعرف أنه موسكو هي المايسترو الأساسي بالميدان السوري. سمحت موسكو لإسرائيل مرارا أنه تقصف أهداف داخل سوريا شرط أن لا تستبيح الأجواء السورية. لأنه بعد ما دخلت موسكو الحرب في سوريا دخلت 2015 سقطت الطيارة الروسية الأولى بتذكر تشرين 2015 ما عادت الأجواء السورية مستباحة لأي كان. نتنياهو زار موسكو مرارا أبدأ مخاوفه وهوسه وطمعنه الروس أنه إلى حد ما مسموح التدخل هذه المرة لأنه تكررت عملية قصف أهداف داخل سوريا صارت أسبوعية يعني ما عادت شهرية مثل الماضي. لذلك بعتقد أنه موسكو عطت ضوء أخضر لسوريا لملاحقة هذه الطائرة هذه المرة ولمرة واحدة فقط. مرة ثانية رجعت كررت إسرائيل قصف 12 هدف بسوريا بس معنا رد. نعم. يعني فعليا لذلك يكتفى نتنياهو بهذا القدر. نعم. وطمعا يعني انه ما بدنا نحن حرب واكبر دليل ما في يعني اجواء بالجليل الاعلى من اخداء السكان او دعوه للملاجئ والى اخره. انا بتصور انه وقفت عند هذا. نعم شكرا لك دكتور. يعني كان لابد من توضيح هذه النقطه لانه هلا الناس خايفه ما يتطور هذا المشهد الى مشهد حرب. بكل الاحوال نحن رح نكون بلقاء معك بمقابله لنشرة الاخبار حول هذا الموضوع. شكرا لك دكتور. شكرا لك. كمان بس بدي اقول انه الرئيس ميشيل عون تشاور مع الرئيسين بري والحريري في التطورات الناتجه عن الاعتداء الاسرائيلي على سوريا وتلقى تقارير من وزير الدفاع وقائد الجيش. قائد غرفه عمليات حلفاء سوريا الطائرات المستهدفة كان لها قصد الإيرانية كان لها دور كبير في تطهير المنطقة الشرقية من داعش وادعاءات العدو بأنها دخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة كذب وافتراء. وبالتالي عم بيردوا لأنه اليوم العدو الإسرائيلي يقول أنه هذه الطائرات الإيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية كرمال هيك توجهت الطائرة الإسرائيلية. في نفي لهذا الموضوع. بدي أرجع لموضوع الانتخابات من الأشرفية إلى المتن. تغير كتير اليوم على حزب التشناك بحسب بالقانون لأنه انتقل من الأكثر إلى النسبي. الوضع في المتن شو رح تعملوا بالمتن؟ هل قلت لي أنه التحالف مع التيار ثابت ولكن في آخرين أيضا بالمتن شو رح تعملوا معهم؟ بالنسبة للمتن تحديدا النائب ميشيل المر بالنسبة للمتن وغير المتن معروف عن حزب التشنار ولائنا ووفائنا لتحالفاتنا مش حقيقي بس على مدى 50 سنة نحن بالمتن الحزب كنا حلفاء مع الرئيس ميشيل المر. من 2005 لليوم نحن حلفاء مع الطيار. كنا مرتاحين ولازلنا مع أبو الياس ومرتاحين وما زلنا مع طيار الوطن الحر. إذا أنا يعني هيك عم بحكي من منطلق وجداني بظرف من الظروف الانتخابية لمصلحة انتخابية أنية يمكن أكيد بالسياسة لا الأخلاقيات ولا الأدبيات ولا حدا بيعطي أهمية بس بعضنا يمكن تقليديين بهيك مواضيع نحن إذا نقدر بهالظرف ننسى وفاء 50 سنة مع أبو الياس يلي وقف معنا ونحن وقفنا معه حدا بالطيار ما حيتساءل بكرة أنه يا حزب التشناك تحالف 50 سنة بعتوه كرمال مقعد نيابي نحن معكم 12 سنة يا ترى شو حتعملوا بكرة إذا صار في وضع وصار في ظرف لمصلحة آنية لمصلحة مؤقتة شو بدكم تعمل؟ بس هون في فرق يعني لأنه هل تحالفكم مع التيار الوطني الحر حصل بسبب مصلحة مؤقتة آنية؟ لا هو تحالف سياسي
إيه مع أبو الياس كان كمان تحالف سياسي سياسي، 50 سنة. بس هن مشروعين مختلفين على وين أساس. المشروع؟ أنا عم بسألك، هن مش مشروعين ما أبو مختلفين، الياس يعني كان مشروع كان أبو الياس كان على لائحة التيار الوطني الحر بالأول بأحلك الظروف، وقت اللي كان أبو الياس معروف كالرجل السوري بلبنان. صار في تحالف انتخابات 2005 صحيح. بين أبو الياس والتيار الوطني الحر، وفخامة الرئيس بس بعدين كان على التلفزيون أعلن التحالف، وأبو الياس كان على الام بي ان سمع عن التحالف من التلفزيون. اوكي، بس بعدين اختلف. بعدين لانه بعدين بس واضح كان الاختلاف المشاريع السياسيه. لا. يعني مش انه يعني اوكي كان في تحالف انتخابي مش تحالف سياسي. بدنا نقول انه اليوم والخلاف اللي حصل هو دليل على هذا كل الموضوع. كل اللي منهم بالتكتل اليوم من سليمان بيك والله يرحمه، كان لي سكيف والمير طلال، انه هودي صاروا ضد مشروع الكبير، المشروع الاستراتيجي، اكيد لا. بعدين ابو الياس اجا لو ضد هالمشروع ما كان انتخب الرئيس ميشيل عون، ما هيك؟ هلا صار نحن فينا نتحالف مع الكل. لا انا عم بسالك، في كان في تحالف انتخابي، وفرض هذا التحالف الانتخابي بسبب كتير تباينات وأبرزها تباينات سياسية بوقتها. عم تقلي حضرتك انه بأحلك الظروف مزبوط صار انا ما بعتقد انه كان في تباينات سياسية عميقة. اليوم بما انه حضرتك عم تقول ما بدك تنسى الوفا، لانه شو رح تعمله يعني؟ يعني اليوم مش سر عم نسعى انه نركب لائحة ما بين الطيار ابو الياس والطشنة، منريح الكل. بس هل في بوادر يعني انه ما فيني اقول رح تشوف النور هذه اللائحة؟ لانه لا يبدو حتى الساعة انه ماشي الحال، ولا انا غلطانة؟ انا دايما بالعمل السياسي مؤمن بالصبر، ودايما مؤمن بمخارج باخر الربع الساعة الاخيرة. بعد في وقت بس الأرثوذكس على لائحة التيار الوطني الحر بدون قلال. يعني كمان عندك أنه غسان مخيبر، النائب غسان مخيبر، عندك الوزير ياس بوصعب. وين المشكل؟ وين المشكل؟ وكيف بده يصير في تحالف مع النائب ميشيل؟ مين قال أنه نحن مع التيار منفكر نعمل لائحة مكتملة؟ في مختلف طرقات حتى نقدر نتحالف أو ما نتحالف. معقول تفصلوا حالكم قصدك؟ يعني تترشحوا بلائحتين؟ ما فهمت. لا لكن شو؟ يعني في إمكانيات مختلفة عم ندرس مع الرئيس. شو الإمكانيات؟ لا هي ما فيني أول ولا. أول شيء قلت لي إنه عم تسعوا للائحة واحدة مع النائب ميشيل المر بين التيار الوطني الحر والنائب ميشيل المر. طيب في عندك القوات، هل في إمكانية للتحالف معهم؟ لأنه يبدو حتى الساعة بعده في مفاوضات حول انضمام آذي أبلمع إلى اللائحة. شق القوات هيدا من مسؤولية التيار الوطني الحر. أوكي. هلا في القومة، يعني كمان في عندهم حضور. صحيح. بالمتن حضور تاريخي. صحيح. في الكتائب. صح. حدا في ينكر انه حضور سامي جميل والكتائب؟ بدي اسالك عن الكتائب لانه التشنك ايضا بكل المراحل الانتخابيه عودونا انه كنتوا كمان في علاقه هيك خاصه مع الكتائب وما كنتوا تتركون بالانتخابات. ليش هيدا القانون خلى علاقات خاصه؟ ما هذا اللي عم بسال، شو رح تعملوا هلا؟ يعني قبل كان فريق من الارمن انه يمرق قال حلوا اصوات عنا. قال حلوا عنا. هلا ما بعرف شو رح تحلوا عنهم. انا ما بعرف اذا كان قاصد انه نحن نحل عنه كمان او لا. اكيد انا ما بعتبر حالي من رموز السلطه اللي كان هو عم بيحكي عنهم. ليه؟ ما هو عم يحكي عن كل رموز السلطه، يعني كل المشاركين بالحكومه والبرلمان. يعني بتعرفي مدام بالاخر في رموز وفي رموز. الناس ما بينسوا، الذاكرة عنا لا لازم تضل قوية. مش فجأة أنا بكون قديس وغيري بكون شيطان. أو تراكمات بالسياسة ما فينا ننسى. يعني هلا بيجي حدا بيقلك أنه ما ترجعوا للتاريخ، لا
ما السياسة، أساس السياسة التاريخ مزبوط والتجربات السابقة. ما عم بحكي عن سامي أنا، ما عم بسألك يعني أكيد. بس النائب سامي الجميل عم بيقول اللي هو كان في علاقة تاريخية مع حزب التشنق بالمتن تحديدا، مع بعض المطبات، مع بعض المطبات، بس كان حزب التشنق بكل مرحلة انتخابية كان في مجموعة من أصواته كانت تطب للنائب سامي الجميل. بس هلا سامي عم بيقول إنه هو بده يتحالف مع أحزاب، عم بيقول في عنده، عم بيقول إنه أحزاب السلطة وانتم من احزاب السلطه، انا ما بدي حلوا عنه، راح تحلوا عنه يعني اذا هو بيقلنا حلوا عنا شو بترجيه انه لا لا بليز سامي انه بدي يكون معك لا اذا ما بده ايانا ما بده ايانا يعني. طب هلا شو راح تعملوا بهذه الانتخابات مع الكتائب تحديدا بالمتن؟ ما في مناقشه اليوم بموضوع الكتائب. اخر اتصال كان بعيد الميلاد، اتصل فيه شيخ سامي قال لي بدنا نشوف بعضنا، قلت له اليوم عيد ما فينا نشوف بعضنا، بنرجع بنحكي وما قدرنا نحكي. طيب لكن لنكون واضحين انه اليوم التشنق عم بيسعوا للائحة مشتركة تجمع أتاي الوطني الحر والنائب ميشيل مور، حتى الساعة ما في بوادر، ما في، ما قلت انا ما في شو بوادر. انا عم بسألك، انا عم بقول ما في بواب مسكرة، ما في بواب مسكرة، في الامكانيات 50-50. اها اوكي. وفيفتي ايجابي. اوكي. والتيار الوطني الحر هو ياخذ على عاتقه امكانيه التحالف او عدم التحالف مع القوات الامنيه. وانتم طيب أكيد التشنق أكيد عنده بدهم يتحالفوا بالمتن، اكيد اذا بدهم يتحالفوا ما بدهم يتحالفوا على اساس انه حدا منهم ياخذ المقعد الارمن. لا طبعا لا، عنا حاصل. عم بحكي عن شكل حاصل. نعم عندنا حاصل، حاصل عندكم؟ ايه عندنا حاصل. قد ايه حاصل المتن؟ 12.5 عندكم اياه. طيب هيدا خلصنا بالمتن بعتقد. بزحلي 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 شو رح تعملوا؟ شو رح تعملوا؟ هل رح في مقعد ارمني؟ في مقعد ارمني شانشانجانيان، في مقعد ارمني، في عدد كبير من المرشحين اكيد من حقهم، عدد الناخبين الارمن المقترعين مش كبير. وبدي أذكر الناس أنه بالآخر وقت اللي رفعوا عدد نواب إلى 128 وقت طلعنا عند أبو جمال عبد الحليم خدام قلنا له سيادة نائب الرئيس هيدا المقعد نحن منفضل أنه ما يكون بالبقاع، نحن منفضل ننقل على المتن على أساس أنه في عندكم تقل أرمني بالمتن. الأستاذ إن شاء الله مخمن أنه هيدا المقعد لألكم، هيدا المقعد لألنا. نعم يعني هيدا المقعد مش لألكم، مش للأرمن، لألنا. طيب هيدا مازال المقعد كان لألهم، هلأ بدنا نسترجع المقعد. معنا حاصل بالتحالفات، بدنا نشوف أنه كيف فينا نحن ننجح أنه يكون في عنا تمثيل بمنطقة البقعة. هلأ في خصوصية، معليش هيدي كلمة الخصوصية دايما كل ما نقول خصوصية هيك نربطها الخصوصية الأرمنية، ننسى أنه كل طائفة بتحكي عن خصوصية، الخصوصية الدرزية، الخصوصية المارونية، الخصوصية المسيحية، خصوصية منطقة الشوف، خصوصية منطقة كسروان. بس لما نحكي عن خصوصية كل واحد بيفكر أنه بس الأرمن في عنده خصوصية، مش هيك. نحن خصوصيتنا مثل خصوصية كل الطوائف كل المناطق. بس هيدا الخصوصية أنه في ضيعة عنجر ومنطقة البقاع، 90% 95% من بلدة عنجر تشناق. هون في صعوبة التحالفات، أنه قال له إذا عم نحكي عن التمثيل الصحيح لازم يكون المرشح حتى إذا منه تشناق يكون الناس راضين عليه، أنه ما يمثل ترشيح استفزازي لأنه من المنطقة، يجيب شخص أكس لا هو بيقدر يشتغل 4 سنين. وشفنا شو صار، شفنا شو صار. عم تحكي يعني عن شانشانجانيان، زميلي النائب شانشانجانيان ما قدر يتغدى أو يكون حاضر باحتفال بعنجر. ليه؟ لأنه ما بيمثل. طيب الناس بيقولوا أنه أنت ما بتمثلنا، ليش بدنا نعزمك باحتفالاتنا؟
هيدا منطقة ضايعة عندهم فوقها. نعم. شو فيني أعمل يعني؟ كل المناطق، كل البلدات، حتى ببيروت في فترة من الفترات مثلا أنا كان ممنوع إنه ما كنت أقدر أطلع على التلفزيون المستقبل. كان في غضب علينا إنه طيب، أو ببعض الجرائد تابعة لأطراف سياسية. بس يلي عم نقول إنه إيه، نحن بحاجة لحليف قوي في عنده فائض بالأصوات. مين عنده فائض بالأصوات؟ الفائض بالأصوات يلي عم نشوف عنده تيار المستقبل. اليوم يبدو أنه في لائحة عم تركب بزحلة تيار الوطن الحر وتيار المستقبل مع بعض. نعم صح؟ نعم في لائحة. في لائحة يعني رح تكونوا في شغل مع... انه على اللائحة رح تكونوا مع عم نجرب. يعني انتم مصرين على هذا المقعد، رح ترشحوا حدا عن هذا المقعد أكيد. مش رح تتركوه مقابل مقعد اخر مثلا بمنطقة تانية. لا اكيد بدنا نرشح. اوكي من حقنا يعني تشير. اوكي مثل ما يعني من حق غيرنا يلي بيتهمونا انه ليش عم بترشحوا، من حقنا نرشح. طيب. يعني التشنك رح يكونوا اليوم على لائحة مع تيار الوطن الحر وتيار المستقبل في زحلة. مبدئيا الاتجاه بهالإطار. نعم. لأنه عم نشوف الماتيماتيك، عم نشوف أنه غير لوائح ما فيها. بس قدي عندكم يعني نسب النجاح، قدي نسبة النجاح مرتفعة، خصوصا أنه أصوات التفضيلية رح تلعب دورة وزحلة في رح يكون فيها كتير لوائح، وبالتالي مشان هيك نحن رح تكون متنوعة بحاجة لحليف قوي بيقدر يعطينا أصوات، بيقدر يعطينا أصوات. رح يعطيك حاصل، ما رح يعطيك تفضيلي. لا رح يعطينا تفضيل. تعتقد انه في امكان لاي قوة سياسية بزحلة إيه؟ انه تعطي تفضيل إيه؟ لحدا غيره؟ إيه؟ ليش لا؟ المعركة طاحنة بزحلة لأنه المستقبل فيه. وفي وفي حد يسمع المستقبل بهذا الموضوع وهو يعني استعداد انه يعطيكم لكم تحديدا العلاقات مع تيار المستقبل تحسنت منذ 3 سنوات. ايه لدرجة انه يعطوكم اصوات تفضيلية؟ ليش لا؟ ونحن بنعطيهم اصوات، نحن بنعطيهم اصوات ببيروت مثلا. ببيروت مثلا في حديث انه لانه انتم عندكم حاصلين ببيروت الاولى بتعطيهم اصوات. فينا نساعد بعضنا، فينا نساعد بعضنا. وهيدا بيكون في تحالف طبيعي من ريح العاصمة بيروت، وما ننسى كمان في اصوات ارمنية ببيروت الثانية. وهيدي الأصوات ما بتروح لمرشح أرمني. أيه. معنا مرشح أرمني صحيح، أكيد في مرشح إنجيلي. أنه المقعد الإنجيلي يمكن يترشح عليه إنجيلي أرمني أو غير أرمني. لكن بالآخر كمان في أصوات بكسروان، في أصوات بشبال، في أصوات بشمال. ما فينا نحكي أنه بس لأنه في عنا مرشحين بزحلة وبيروت والمتن نحن الانتخابات عن خوضها بهال في تبادل أصوات، أنه بيعطيني وبعطيه بالضبط. طيب في سؤال سقط سهوا عني بالمتن، شو القومي وين بالمعادلة؟ أنه القومي أيضا عنده وجود جيد بالمتن، بس يعني حسب الحساب، حسب الحسابات والماتيماتيك. أكيد الشباب الحزب القومي عم بيشتغلوا بهالمجال، أكيد بدهم يلاقوا. بس لأنه حضرتك قلت لي في سعي لتشكيل لائحة واحدة بتضم عدد من القوى يمكن السياسية، في إمكانية ينضموا للائحة التيار. تيار يعني حسب الأرقام، حسب إمكانية إنجاح عدد أكبر على اللوائح. طيب نحن رح تخلص يعني بعد في دقيقتين رح تخلص حلقتنا، بتحب تضيف شيء بالآخر قبل ما ننهي؟ لا بس بدي أقول لك شغلي، أكثر من مرة قلت بعتذر أنه عم ناخد مداخلة عن موضوع مهم، لأنه بعرف بالعكس أنه بالعكس أنا كتير كتير مبسوط بهالموضوع، لأنه مش منه ضربوا طيارة وسقطوا طيارة، أنا كتير مبسوط فيها أكيد. بس أنه مش ضروري نحن كل مقابلة نطلع نحكي انتخابات ساعة وساعة ونص وساعتين، في أمور كمان نحن لازم نطرق، لازم نحكي عنها، ما نلهي الناس فقط بالانتخابات. بس هو لأنه الانتخابات على الغيب. أكيد. بالعكس أنا رجل سياسي وأمين عام حزب وصار لي 12 سنة بالمجلس. بس هلأ كان لازم مثلا نحكيك عن برج حمود، يعني هلأ كان لازم نحكيك أنه اليوم برج حمود تعاني من المكب. نعم
شو هو اليوم؟ مش اليوم تعاني من المكارم، هي من زمان تعاني، برش حمود. بس اليوم يبدو انه لبنان عم يعمل خطة للخروج من هذه الأزمة النفاية. أكيد. شو راح يصير ببرش حمود؟ اولا تطمن الناس، ما في موضوع، ما في موضوع توسيع مطمر برش حمود. هيدا حكى ونحن قلنا انه هيدي اولا معنا هالمشروع. ثانيا عم ينشغل اليوم بس مشروع، بس قاطعك لانه صار في حديث انه توسيع الكوستا برافا كان تمهيد لتوسيع برش حمود، بس توسيع برش حمود رح يصير بعد الانتخابات مش قبل الانتخابات. لا، لانه ما في مصلحه اليوم. مش انه مصلحه، عم بحكي انه مصلحه بيئيه بالموضوع. ما ننسى شغلي، برش حمود من الأزمة، برش حمود الحل. الناس نسيوا أنه كان في جبل 40 متر بتشوه كل البيئة بالمنطقة، اليوم تم إزالة الجبل. وين كانوا كل هالناس وقت اللي كانوا يقطعوا أمام تلة جبل برش حمود وينكتوا على التلفزيونات انه صار يعملوا تزلج عليه؟ وين كانوا؟ حدا سأل مين عبى هالجبل؟ حتى اللي اليوم من اشد المنتقدين نحن. مين قصدك يعني الكتائب؟ لانه شفنا النائب سامي الجميل نزل هو شخصيا مع نزل وطلع، نزل وطلع، نزل وطلع، بدنا نسال شركات، بدنا نسال شركات البترول هنيك اللي مدين بكره بيهجموا علي، اللي مدين الاساطيل، بدنا نسأل الناس اللي استفادوا وقتها، بدنا نسأل، هلا بدي ارجع للتاريخ، بدنا نسأل مين كان يكب الجثث تحت المطامر هيديك الايام. هاي بس عم ننسى انه قبل سنتين بالصيفية وين كنا بموضوع النفايات؟ صار في مطامر صحية، صار في اغلاط، في خلل بالاتفاق بموضوع الفرز، قدرنا نوقف، قدرنا نظبط الأمور. بكرة بعد كم سنة في مشروع تاني، بدنا نرجع لمشروع لينور. امبارح كان في عندي اجتماع مع ملبين بهالموضوع انه نرجع نعمل شط سياحي بهالمنطقة، ونرجع لمشروع لينور من برش حمود لكازينو لبنان، مع تونيلات، مع أحلى طرقات، لنقدر ننقز مش بس منطقة المتن، منطقة المتن وكسروان، ونقدر نوصل عالشمال بظرف نص ساعة. طيب. يعني ما نستعمل هودي القصص، بس أنا بدي أخذ منك هلا بال... يعني بال... موقف واضح عم بتقلي حضرتك ما رح يتم توسيع. اوكي، إنه بالضبط، لانه هيدا الحديث عم ينوضع بخانه انه هلا في انتخابات، يجي حدا يقول انه في فقراء وعم بيموتوا ببرش حمود. طب هلا فاقوا الناس انه في فقراء؟ طيب. ما الجمعيات صار لهم 60 سنه والمكاتب عنا 60 سنه والحزب 100 سنه قاعد هون وعم يحكي انه نحن عم نساعد الناس، هلا فاقوا الناس انه في فقراء ببرش حمود؟ طيب انا هلا بدي هيك موقف صريح وعلني منك لكل الناس ببرش حمود انه لن يتم توسيع مطمر برش حمود لا قبل الانتخابات ولا بعدها. اليوم ما في اي مشروع بهالاطار. شكرا لك النائب أكود بكرة دنيا على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك، شكرا مشاهدينا للمتابعة، وإلى اللقاء.